ازاي نقدر نكتشف مرضى القرنية المخروطية بدري قبل ما المرض يتطور؟ نكتشف القرنية المخروطية في المراحل المبكرة عن طريق ان احنا نشك لما نلاقي طفل بيغير مقاس نظارته وفي درجات عالية من الاستجماتيزم وبيشوف 6/6 او في مرض وراثي موجود، لازم نطلب البنتاكام او تخطيط سطح القرنية او التصوير التوبوغرافي للقرنية عشان نطمئن ان مفيش قرنية مخروطية او اشباه القرنية المخروطية. البنتاكام كورنر ستون في التشخيص لمرضى القرنية المخروطية.